صباح النور متتبعين ديالي كاملين، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا مزيانين باحوال جيده. مرحبا بكم في لاشين ديليشي الاملاك. مالكم تشوفوا لاشين ديال الاملاك، عودتكم على التجديد والتغيير. مهم كما راكم تشوفوا اليوم نهار جديد، روتين جديد، كل شيء جديد. بقى معايا حتى التالي باش تشوفوا شنو قاعد ندير في الروتين. ما تنساوش اللايك 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 اللايك. كما راكم تشوفوا اليوم عندنا الغيام، جو مغيم. هاك شوفوا البنات دابا غادي نعجنوا، غادي نبداو الخدمة ديالنا. ونضنا كما تشوفوا دابا غادي نجمعوا الحالة هنايا ديال الحوايج ديال الفطور اللي كنا فيهم. انا غسل المعان، مهم ما تنساوش اللايك 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 والدعم والبارطاج. وكنبغيكم بزاف بزاف بزاف، بقاو معايا حتى التالي باش تشوفوا الروتين كامل ديالي شنو غادي ندير فيه. الي بقاو معايا. كما راكم تشوفوا دابا راني ماشيه للمدرسه ديال بنتي. كما راكم تشوفوا راهم دايرين اليوم سان نيكولا. قال لك سيدي هادي الدراري شطحوا ولا؟ قال لك كاين روح باش تصوروا وليداتكم. ايوا رانا غادي نمشيو باش نصورهم. اش غاديروا؟ ايوا مهم بقى معايا حتى التالي باش تشوفوا هذا النهار كامل شنو غادي ندير. كما راه يبان لكم غيام غيام غيام، راه كانت الشتا ضحت. هذا ما كان، يلا بقاو معايا حتى التالي ما تنساوش. كما راكم تشوفوا دابا راني غادي نمشي للدار وشويه نولي عاد ندي بنتي، لحقاش كانوا جا زعما سان نيكولا عطاهم الحلوى عطاهم الاخر عطاهم الكادويات. دابا غادي نمشي للدار شويه مع 3:30 نولي نديها، يعني باقي ساعه على باش يخرجوا، راه عاد 2:30 غادي نمشيو ونوليو من بعد شويه. المهم نتوما بقاو معايا حتى تشوفوا الروتين ديالي كامل واش غادي ندير فيه. كما راكم تشوفوا دابا كنا في مشينا للمدرسة ديال بنتي، كانوا دايرين سان بلا سان نيكولا يعني، وناهم شي تصويرات يعني نعتذروا شويه ما نقدرش باش نحطهم لكم في اليوتيوب يعني يعني نعتذروا. المهم كنت عجنت، دابا غادي ندير الخبز ديالي، غادي نحطه هي نقرصو
مهم وقابها حتى تهلي باش تشوفوا الروج كامل ديالي واش غادي ندير فيه. وليت ندير البنات هاد الطريقه ديال الخبز سهله. كما كتشوفوا دابا غنزيدنا الخبز ديالنا واش غادي نديرو هنا في السميدة. خليناه يخمر اول حاجة، غادي نحطو الفرن باش نقرصو. وانا غادي نشدينا هنايا البطاطا قطعناها مع الدجاج مع البصله، غادي يعني نديرو مثلا الفران، غنديرو شويه القزبر مقطع، غنديرو الثومه غبره، غنديرو شويه ملح، شويه ابزار احمر، شويه ديال الزيت، شويه زيت نخلط، شويه زيت الزيتون، شويه زيت العاديه. غادي نخلطو كاع هاد العناصر كاملين، غادي نخلطوهم هنا باش نديروهم في الفران يطيبو. الأحسن تخلطو في شي بول لي يكون غارق باش كلش العناصر يتقاسو. كما هبالكم البصلة دايرة الدجاج البطاطا، يعني اللي عنده بحال نقولوا
يكون شي حاجة ديال التوابل ولا يدير ديك ديال الزعتر ولا الزعتر مزيانين. المهم دابا غادي نخليو هذايا مورا هنا مرقد وغادي نمشي نكمل خدمتي كما كتشوفو في رانا هكا فيه الخبز يبقى معايا حتى التالي.